بسم الله الرحمن الرحيم. اخواني الطلبه الان يعني اكو كثير من الطلاب جاي يواجهون مشكله انه شلون تقدر توثق مصدر اونلاين بشكل مباشر يعني بدون ما تروح تدور على التاريخ او على المكتبه او على مدينه النشر. هاي التفاصيل بتعرفونها، فانا راح اسوي لكم فيديو وانا راح اشتغلكم على هذا الفيديو اللي يوضح من خلاله شلون تقدر توثق كتاب او مجله او مقاله، شلون تقدر توثقها اونلاين على الانترنت بدون ما تروح تبحث وتدور وتقرا القواعد، وان كانت هذه الطريقه يعني سهله وسريعه لكن ايضا اختصر عليك جهد كثير. فاول ما نروح طبعا هذا محرك البحث مال جوجل، نكتب اونلاين سيتيشن اللي هو معناه توثيق اونلاين على الانترنت. مثل ما تلاحظون طلعت كثير نتائج، انا اريد هذه النتيجه فقط، هذه الموقع الاول. ندخل على الموقع، نروح I only want to create citations، فقط اريد ان اكون او انشئ توثيق. لاحظوا ما لكم علاقة بالإعلانات، فقط أريدكم تركزون على هذا المكان هنا، يعني حدد لك على أي نظام أنت تريد توثق المصدر مالتك. مثل ما تعرفون إحنا عندنا كثير أنظمة أو طرق تقدر توثق بيها مصدر مالت البحث أو مالت البحث التخرج. عندنا الـ ABA, MLA, Chicago and more، والكثير بعد أكو طرق للتوثيق. معظم الأساتذة يوثقون على طريقة الـ ABA، هاي مو معناها أنه ماكو أساتذة يوثقون على الـ MLA أو الشيكاغو، لا موجودين، لكن أكثر الأساتذة طبعا كل الطرق مشابهة للطريقة الأولى اللي راح أنا أشرح لكم هسه اللي هي الـ ABA. خلونا ندخل على الـ ABA على سبيل المثال. يعني لاحظوا بالـ ABA طبعا مباشرة أول ما فتح لك الصفحة حدد لك البوك، يعني قبل قال لك أنا أريدك توثق على الكتاب، لأنه أغلبنا يوثق يقتبس من الكتب. بس مو معناها أنه أنا ما أقدر أقتبس من الماجازين أو نيوز بيبر ويب سايت، هاي كلها مخليها لك يعني مطي لك خيارات، يعني تقدر توثق من الماجازين نيوز بيبر وكثير بعد أند أذر وأخريات يعني ماذا. فخلنا نفترض إحنا نريد نوثق كتاب، أخذنا من عنده معلومة بالبحث مالتنا ونريد نوثق. نريد توثق طبعا مثل ما تعرفون أكو توثيقين، يعني توثيق داخلي بداخل البحث وتوثيق خارجي يعني بنهاية البحث. فأنا كمثال بسيط يعني حتى تكون سهل عليكم، جبت لكم كتاب اللغة اللي احنا ندرسه بالمرحلة الرابعة وبعض الجامعات بالمرحلة الثالثة، اللي هو مال جورجيو The Study of Language. نروح سيرش بوكس نبحث عن الكتاب، طبعا هو عنده يعني داتا خاصة به، كل الكتب تقريبا معظمها موجودة هنا بهذا الموقع ويوثقها لك على الجاهز. فهذا احنا الكتاب اللي نريده The Study of Language George Yule Cambridge University، هذا النسخة الحديثة اللي هي آخر ما موجود. Select اعطاني البيانات اللي متوفره عنده عن هذا الكتاب مثل ما تشوفون. طبعا هذا اللي الشخص اللي مطلع على الكتاب وقاريه وفاهمه ومطلع على طريقه التوثيق راح يعرف شنو حاجته من هاي المعلومات. Final step يعني بعد خلاص انت راح توثق هذا الكتاب. Create citation. هذا هو التوثيق، شوفوا اعطاني التوثيق اللي جاي تلاحظونه. مثلا هذا التوثيق مثل ما تعرفون هذا التوثيق يسمونه external documentation، توثيق الخارجي اللي يصير بنهاية البحث مالتك. بس احيانا بعض او معظم البحوث تحتاج توثيق داخلي يعني in the text. فنشوف مثلا نريد هذا التوثيق in text citations، توثيق داخلي في النص، نضغط على هذا الخيار. لاحظوا اعطانا توثيق، لكن تختار الصفحه اللي انت مقتبس منها الاقتباس مالتك بالبحث. خلينا نفترض صفحه 12، لاحظوا هنا خلالي صفحه 12، من صفحه 12 الى صفحه 20 ايضا تركها الي هنا بهذا المكان. اتمنى تكون واضح يعني هذا المقطع التصويري لشرح طريقه التوثيق اونلاين. طبعا اكو كثير خدمات تسهل لك البحث، يعني اكو مواقع اصلا تحاول تصحح لك الاخطاء مال النحو والسبيلينج مالت الانشاء مالتك التكتبه بالبحث، اكو مواقع تكتشف لك الاقتباس اللي جايبه بدون توثيق، اكو مواقع تساعدك بطريقه تصميم البحث، يعني اكو كثير خدمات. انا راح احاول ان شاء الله خلال الفتره القادمه اشرحها لكم بالممكن طبعا.